نشاطنا هذا اليوم بإعلام برياح قوية سري المفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس ومحليا شرق تونس، حيث تهب الريح من القطاع الغربي قوة 7 مصل بفور أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، وذلك نتيجة لمنخفض للضغط الجوي على شمال إيطاليا يساهم في تسيير تيار قوي من القطاع الغربي على شمال تونس ومحليا شرق تونس. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر طقس مغيم فأحيانا كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية آخر النهار بشمال تونس، وطقس مغيم فأحيانا كثيف السحب ببقية المناطق. بشمال تونس رياح غربية جنوبية غربية تتجه إلى شمالية غربية آخر النهار سرعتها من 20 إلى 30 وتتجاوز مؤقتا 40 عقدة مع سحب رعدية، البحر يكون شديد الاضطراب. بشرق تونس رياح جنوبية جنوبية غربية سرعتها من 20 إلى 25 تصل محليا إلى 25-30 عقدة، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. بخليج قابس رياح جنوبية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب ورؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. بالنسبة لهذه الليلة أمطار مؤقتا رعدية بشمال تونس وطقس أحيانا كثيف السحب ببقية السواحل. بالنسبة لاتجاه ريح بشمال تونس رياح غربية شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 30 وتتجاوز مؤقتا 40 عقدة مع سحب رعدية، البحر يكون شديد الاضطراب. بشرق تونس رياح جنوبية غربية شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 25 وتصل محليا إلى 25-30 عقدة، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. بخليج قابس رياح جنوبية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب ورؤية تنخفض من 6 أميال إلى ميلين. توقعاتنا الجوية المنتظرة اليوم الغد إن شاء الله طقس كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بشمال تونس وشرق تونس. بالنسبة لاتجاه الريح بشمال تونس وخليج الحمامات ريح من القطاع الجنوبي سرعتها من 20 إلى 30 عقدة، البحر يكون شديد الاضطراب ورؤية تمتد من ميل إلى 4 أميال. بالنسبة لمنطقتي أشبة وخليج قابس ريح من القطاع الجنوبي كذلك سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، فما تتقوى لتصل إلى 20-30 عقدة، البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب ورؤية تمتد من ميل إلى 5 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر بميناء إصفاقس، متر و27 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و21 دقيقة، 82 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و27 دقيقة. بميناء قابس متر و53 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و16 دقيقة، متر و3 سنتيمترات على الساعة 2 بعد منتصف الليل و14 دقيقة. بميناء جرجيس 71 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و23 دقيقة، و51 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و31 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.